بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ووردبريس as a content management system أو كشركة بتقدم لي مجموعة كبيرة من الحلول اللي تقدر من خلالها تنشئ صفحاتك على فضاءات الإنترنت. ورح نتكلم اليوم إن شاء الله بإذن الله عن حلين اتنين من ضمن الحلول دول. الحل الأولاني بيكون wordpress.com أو الطريقة الأولانية. الطريقة الثانية wordpress.org، ورح نتعرف شوية عن الفرق ما بين الاتنين دول. لكن اللي رح نأكده بشكل أساسي إن الكورس كله بالكامل بيتكلم عن wordpress.org. حلقة النهاردة بس سبيسيفيك على وجه التحديد هتتكلم عن wordpress.com وهتقولك الفرق ما بين الاتنين، لكن السيريز كله راح يحكي في wordpress.org. طيب بالنسبة ل wordpress.com، انا لو حاولت اروح على wordpress.com هلاقي ان الصفحة الاساس انت حاول تجربها، يعني هيحاول يخليك انت تنشئ الصفحة الموقع الشخصي تبعك. طيب اوكي، الفرق بمنتهى البساطة ما بين wordpress.org وما بين wordpress.com، ان wordpress.com ويب هوست مش ويب هوست، يعني wordpress.com مش محتاج انك تنزل الكونتنت تنزل السورس كود بتاع wordpress.org وتبتدي ترفعه على ويب هوست. لا لا لا، الامر زي الفيسبوك، زي مثلا بلوجر، زي تامبلر. لا، انت كل اللي انت محتاجه انك بس تنشئ حساب جديد على wordpress.com، ووردبريس هو اللي هيخليك يطلع لك ايه الكونتنت مانجمنت سيستم، نظام اداره المحتوى بتاعك. تمام كده، يعني انت بتنشئ حساب مجاني عندهم وهم بيدوا لك باك اند زي اللي قدامي دي وفرونت اند زي اللي قدامي دي، يعني هما الاثنين انت ممكن من خلالهم تعمل مانجمنت على المحتوى بتاعك، لكن في فروق جوهريه في الامكانيات ما بين الاثنين دولت بشكل اساسي. طيب جيد اوكي، خلونا نروح على او نتكلم في ثلاث نقط اساسيه. النقطه الاولانيه علشان الحديث برضو ما يطولش مننا، بخصوص الدومين. الدومين ده عباره عن مكان وجودك على الانترنت. تمام جيد، كنا بنقول ان في wordpress.org انت محتاج يكون معاك دومين علشان تبتدي تعمل ابلود للتمبلت او تعمل ابلود لنظام اداره المحتوى ده على الويب هوست دي، وتبتدي تعمل انستول للداتابيز وتربط ما بين الداتابيز وما بين مش عارف ايه والكلام الجميل ده، الكلام اللي هيعمله الانستراكتور لينا بشكل اساسي، وده مش موضوع الكورس. لكن في wordpress.org كم بقى الكلام ده ما بيحصلش، انت جست بس بتبتدي تدخل على wordpress.com تقوله انا عايز اعمل مدونتي الخاصة، وهو بيبتدي ينشئ لك الباقي من غير ما انت يكون معاك wordpress، يعني هو اوتوماتيك بيبتدي يعمل لك الدومين تبعك. لكن في الدومين بتلاقي ايه؟ هو بيقول لك اختار الدومين، بيضيف لك حاجه زي كده، بيضيف لك .wordpress.com علشان يميز ما بين الدومينز اللي فري وما بين الدومينز اللي بريميوم اللي دافع فلوس. لو انت كنت انت ناوي تسجل حساب مثلا مجاني على wordpress.com، فبتبتدي بعد ما تختار الدومين بتاعك بيضيف لك هو بشكل تلقائي .wordpress.com. تمام، طب انا عايز اغير من الخطه من المشوار ده، بتدخل على البلانز في نظام اداره المحتوى وبتبتدي انت تختار. طبعا الكلام ده بيبقى بريميوم، لازم تعمل بروموشن، لازم ترجي وتدفع فلوس ل wordpress. لو انت كنت عايز انك تاخد فيتشرز جديده لازم ترجي، فبالتالي لازم تدفع فلوس. اما في الحاله الافتراضيه انت لو كنت فري، فوردبريس راح يضيف لك .com .wordpress.com في نهايه الدومين تبعك. لكن في wordpress.org انت اوريدي معاك دومين، علشان كده انت راح ترفع على الويب هوست بتاعك الموقع اللي هي التمبلت او الملفات بتاعت نظام اداره المحتوى، هتعمل لها انستاليشن بشكل تلقائي وي 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 الكلام الجميل ده. تمام، فانت لو احنا هنشتغل ان شاء الله باذن الله على wordpress.org، لو انت عايز تشتغل على wordpress.com مش شرط يكون معاك اي شيء، جاست بس اعمل حساب جديد. وخد بالك انك هتخسر شويه لو انت في موضوع الدومين ده، لو انت يعني كنت شغال على 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 موضوع في بيزنس او كده، فهيضايقك موضوع .wordpress.com في نهايه الدومين تبعك. فلو عايز تشيله لازم تعمل بروموشن، وطبعا كل بروموشن ليها خطط. هنا بيقول لي $3 كل شهر، تقريبا 8 وحاجه، المهم على حسب يعني. تمام، هداية الجانب. الجانب الثاني كان خاص بالثيم، اداره الثيم او اداره المظهر.
طب انا مش راح نتكلم عن ووردبريس دوت اورج في الثيم مانجمنت، لان ده موضوع سيشن كامل. هنتكلم عن اداره الثيمز في ووردبريس دوت كوم، يعني بنقول ان حلقه اليوم بتفوكس على ووردبريس دوت كوم، لكن ووردبريس دوت اورج ده هو موضوع الكورس كله، فاحنا هنقسم كل الحلقات على ووردبريس دوت اورج نوت ووردبريس دوت كوم. طيب ايه الفكره؟ انا عندي مثلا تمبلت مانجمنت، انا عندي نظام لاداره القوالب، جاست بمجرد ما انك تضغط عليه بيبتدي يجيب لك بيقول لي انت اسباك ترامب دايت التمبلت الحالي، وانت انا عندي تقريبا 383 سيم اور تمبلت انت ممكن تختار منهم. طب انت واخد بالك ان في حاجات فيها بفلوس، في حاجات مش فري، وانت ممكن تختار طبعا مجاني، وهيبتدي يظهر لك الحاجات اللي مجانيه جاست كليك عليها وراح تبتدي تطبقها وما في اي مشكله، وكما انك ممكن برضه تبتدي تعمل ابلود للثيم تبعك. انا عندي تقريبا 164 ثيم افتراضي، ده بالنسبه لي، وكمان ده بالنسبه لورد بريس. انا يعني كمان انا عندي فيتشرز ممكن انا ابتدي اعمل فلاتر، يعني ادور اعمل فلتر باللي اوت، ادور اعمل فلتر بالكولون، انا اعمل فلتر بالستايل بالسبجكت. ها يعني انا لو عايز مثلا موقع فيه عمودين، موقع فيه ثلاث عمدان، موقع فيه مش عارف ناف بار، ابتدي اعمل فلتر، ولو انا ممكن اعمل سيرش، او انا ممكن اعمل كاستمايزنج زي ما احنا هنعرف ان شاء الله باذن الله على التمبلت بتاعي. فهو ووردبريس بيديني الفيتشرز دي، يعني انك تقدر من خلال الثيم ده انك تكنترول في الالوان والخلفيات والخطوط والهيدنج والمنيوز والويدجتس والصفحات الثابته والكلام ده، هيكون محور حديثنا. لكن خد بالك في وورد بريس دوت كوم غير وورد بريس دوت اورج، في وورد بريس دوت كوم اللي احنا شغالين عليه في سم ريستريكشنز كتيره. اول ريستريكشنز من الحاجات دي انك ما بتقدرش تشوف السورس كود، لكن في وورد بريس دوت اورج انت اساسا رافع الكونتنت مانجمنت سيستم على الويب هوست بتاعك، فانت بمنتهى البساطه تقدر انك تدخل على اي ملف اتش تي ام ال وسي اس اس والجافا سكريبت وتضيف الاكواد اللي انت عايزها، فضلا عن ان وورد بريس دوت اورج اساسا بيدي لك تكست بوكس خاص بستايلات السي اس اس، جاست تكتب فيها الرولز اللي انت عايزها والامور راح تمشي بشكل سليم. ده بالنسبه للجانب الثاني كان خاص بالثيم مانجمنت او اداره المظهر داخل وورد بريس دوت كوم. الجانب الثالث كان خاص بالبلجنز، كارثه. البلجنز يا جماعه او ما نسميه نقدر نقول عليه كده بالاضافات، الاضافات ديت عباره عن مجموعه من التولز اضافت على جلد وورد بريس علشان تديله فيتشرز زياده، عارف انت؟ زي ما بيكون معاك مثلا ورقه بيضة وتروح انت تجيب معاك مسطره وتجيب معاك قلم رصاص وتجيب معاك مش عارف ايه، دول اسمهم بلجنز علشان تستخدمهم وتطلع بيهم شكل، بدل ما تجيب الورقه مثلا حوالين منها اربع كيرفات، لا هم بيدوا لك الكونتنت مانجمنت سيستم وورد بريس، وبيدوا لك انليمتد عدد رهيب جدا من الكونت من البلجنز ده في ووردبريس دوت اورج. هنا في ووردبريس دوت كوم انت محدود بعدد معين من البلجنز، تمام؟ مثلا السيو، انت لو عايز سيو لازم تعمل بروموشنز، لازم علشان تدخل على مثلا جوجل اناليتكس لازم تعمل بروموشن، هو بيدوا لك حبه بلجنز صغيرين بس. اكشولي يا جماعه الفرق ما بين البلجنز هنا والبلجنز في ووردبريس دوت اورج انليمتد، انا عندي ثاوزندز الاف من البلجنز اللي موجوده في ووردبريس دوت اورج، وبشكل اساسي هو اللي بيخلي ووردبريس دوت اورج او بيخلي ووردبريس 24% من فضاء العالم الفري، عشان البلجنز اللي بتديهاني بتخليني اعمل فيتشرز كتيره جدا 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 جدا، وهنشوف الروعه اللي بتعملها ووردبريس دوت اورج او البلجنز اللي راح تضاف على ووردبريس دوت اورج. فخد بالك في ووردبريس دوت كوم انت محكوم بعدد قليل نسبيا من الثيمز. الكورس بيتكلم عن ووردبريس دوت اورج من الناحيه ليرنينج مانجمنت سيستم كنظام اداره للتعلم. ده بالنسبه للجانب الثالث اللي هو كان خاص بالبلجنز. انا طبعا مش راح نطول في الجانب الخاص بالفروق ما بين ووردبريس دوت اورج والفروق ما بين ووردبريس دوت كوم، بس دولت الثلاث نقط الاساسيه اللي حابين نفرق ما بينهم، او لو حاولنا نقارن ما بين ووردبريس دوت كوم ووردبريس دوت اورج من ناحيه الدومين ومن ناحيه البلجن ومن ناحيه الثيم. فووردبريس دوت كوم نظام للتدوين ممكن من خلاله يعني بيدي لك ليميتيشنز لحاجات كتير جدا، لكن ووردبريس دوت اورج هو اللي اوبن سورس، هو اللي انت بترفعه، هو اللي انت بتحاول تشكله من الصفر زي ما انت عايزه، بيدي لك انليميتد عدد من الامكانيات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.